السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الرابع، نلتقي بكم مجددا في دروس التعلم عن بعد، واليوم درس جديد بعنوان استعمال التمثيل بالنقاط لحل المسائل الجزء الأول. سوف نتعلم في هذا الفيديو استعمال التمثيل بالنقاط لحل المسائل التي تتضمن كسورا. والآن في هذه الفقرة أعزائي الطلاب سوف نقوم للإجابة على الأسئلة التالية من خلال قراءة وتفسير التمثيل بالنقاط. قاست عائشة أطوال أصابع يدها اليسرى، رسمت تمثيل بالنقاط لتبين القياسات. التمثيل بالنقاط يوضح أطوال أصابع عائشة بالإنش. ما هو أكثر الأطوال تكرارا؟ ما هو الفرق بين طول أطول أصبع وطول أقصر أصبع؟ والآن حان دوركم، أوقف الفيديو لحل التمرينين. الإجابات: من هو أكثر الأطوال تكرارا؟ سنبحث في علامات التدريج التي يوجد فوقها أكبر عدد من النقاط. ممتاز، إذن أكثر الأطوال تكرارا هو 2 إنش. والآن ما هو الفرق بين طول أطول أصبع وطول أقصر أصبع؟ والآن يا ترى ما طول أطول أصبع؟ سنبحث في علامات التدريج عن أكبر علامة تدريج يوجد بها نقاط. ممتاز، 2 3/4 هي طول أطول أصبع. والآن ما طول أقصر أصبع؟ سنبحث في علامات التدريج عن أصغر علامة تدريج يوجد بها نقاط. ممتاز، والآن سنقوم بطرح علامتي التدريج. 2 3/4 ناقص 2 يساوي 3/4. والآن تأكدوا جيدا من إجاباتكم أعزائي الطلاب. كما تلاحظون أن التمثيل بالنقاط يسهل قراءة البيانات من نظرة واحدة. مثال صفحة 228. عزيزي الطالب، في هذه الفقرة سوف نجيب على السؤال الأساس، وهو كيف يمكنك استعمال التمثيل بالنقاط لحل المسائل التي تتضمن كسورا؟ ملأ كل من عبد الله ويوسف بالونات ماء. يبين التمثيلان بالنقاط أوزان البالونات التي ملأها كل منهما. من ملأ بالونات ماء أكثر؟ بكم أكثر؟ بكم يزيد وزن أثقل بالون ماء لدى عبد الله عن وزن أثقل بالون ماء لدى يوسف؟ ماذا يوضح التمثيل بالنقاط الأول؟ أحسنت عزيزي الطالب، يوضح أوزان بالونات الماء لدى عبد الله. ماذا يوضح التمثيل بالنقاط التالي؟ ممتاز عزيز الطالب، يوضح أوزان بالونات الماء لدى يوسف. ولكن كيف يمكنني إيجاد المعلومات التي أحتاج إليها لحل المسألة؟ ممتاز، يمكنك إيجاد المعلومات التي تحتاج إليها من خلال قراءة التمثيل بالنقاط. الحل: من ملأ بالونات ماء أكثر؟ وبكم أكثر؟ يا ترى عبد الله أم يوسف؟ ولكن ماذا تمثل كل نقطة بالتمثيلين بالنقاط الموضحين؟ ممتاز، تمثل كل نقطة في التمثيلين بالنقاط بالون ماء واحد. ولكن كيف يمكنني تحديد عدد البالونات التي ملأها كل من عبد الله والتي ملأها يوسف؟ أحسنت، عن طريق عد النقاط في كل تمثيل. نقوم بعد النقاط الظاهرة في التمثيل بالنقاط الذي يوضح أوزان بالونات الماء لدى عبد الله. ممتاز، 20 نقطة. والآن ملأ عبد الله 20 بالون ماء. والآن سنقوم بعد النقاط الظاهرة
في التمثيل بالنقاط الذي يوضح أوزان بالونة الماء لدى يوسف. ممتاز، ملأ يوسف 15 بالونة ماء. ثم نطرح عرض البالونات لدى يوسف من عرض البالونات لدى عبد الله. والآن ما هي جملة الطرح التي سنستخدمها للإجابة على السؤال؟ وكم قيمتها؟ ممتاز، جملة الطرح هي 20 ناقص 15 ويساوي 5. إذن ملأ عبد الله 5 بالونات ماء أكثر مما ملأ يوسف. بكم يزيد وزن أثقل بالون ماء لدى عبد الله عن وزن أثقل بالون ماء لدى يوسف؟ تمثل النقطة الأبعد جهة اليمين في كل تمثيل بالنقاط أثقل بالون، ولكن كيف يمكنك إيجاد أثقل بالون ماء ملأه عبد الله؟ أحسنتم، عن طريق تحديد موقع النقطة الأبعد إلى جهة اليمين على التمثيل بالنقاط. إذن أبعد نقطة في جهة اليمين في تمثيل النقاط لدى عبد الله عند علامة التدريج 2 و8. أثقل بالون ماء لدى عبد الله يزن 2.8 باوند. والآن كيف يمكنك إيجاد أثقل بالون ماء ملأه يوسف؟ ممتاز، بالبحث عن أبعد نقطة من جهة اليمين في تمثيل يوسف عند علامة التدريج 2.8. إذن أثقل بالون ماء لدى يوسف يزن 2.8 باوند. والآن أعزائي الطلاب سوف نقوم بطرح 2.8 من 2.8. ما هي جملة الطرح؟ جزاكم الله خيرا، هي 2.8 ناقص 2.8. والآن سنقوم بطرح الكسور أولا ومن ثم الأعداد الكلية. إذن 8 ناقص 8 يساوي 8، و2 ناقص 2 يساوي 0، إذن يساوي 8. ممتاز، والآن أعزائي الطلاب قد توصلنا إلى الإجابة على السؤال الأساس، كيف يمكنك استعمال التمثيل بالنقاط لحل المسائل التي تتضمن كسورا؟ في هذه الفقرة عزيزي الطالب سنناقش مثال آخر، صفحة 229. قام سيف وزملائه في الصف بقياس سقوط الثلج لمدة 5 أيام. يبين التمثيل بالنقاط ارتفاعات سقوط الثلج التي سجلوها. كم إنش من الثلج سجل؟ ما كمية سقوط الثلج الأكثر تكرارا؟ أوجد الكمية الكلية للثلج المتساقط. أعزائي الطلاب ماذا يوضح التمثيل بالنقاط الموضح؟ أحسنتم، يوضح ارتفاعات سقوط الثلج بالإنش. ولكن كيف يمكننا معرفة كمية سقوط الثلج الأكثر تكرارا؟ ممتاز، الغيمة الممثلة بأكبر عدد من النقاط هي الغيمة الأكثر تكرارا. الحل، سوف نبحث في هذا التمثيل بالنقاط عن علامة التدريج التي فوقها أكبر عدد من النقاط. ممتاز، الغيمة 0.25 إنش، يوجد فوقها أكبر عدد من النقاط. كمية سقوط الثلج الأكثر تكرارا هي 0.25 إنش. والآن ما الكمية الكلية للثلج المتساقط؟ سوف نوجد الكمية الكلية للثلج المتساقط. سوف نقوم بتكرار جمع كل علامة تدريج بعدد النقاط الذي تعلوها. إذن يعلو التدريج 0.01،
يعلو التدريج ربعان ثلاثة نقاط. إذن سنكرر ربعان ثلاث مرات. وتعلو ثلاثة أرباع في التدريج نقطة واحدة. نضيف ثلاثة أرباع مرة واحدة. والآن سوف نقوم بجمع البسوط لأن المقام نفسه هو أربعة يساوي عشرة أرباع. ولأن عشرة أرباع أكبر من واحد سنكتبها في صورة عدد كسري. سنقوم بتقسيم عشرة على أربعة يساوي اثنان، وإذا بقى لدينا اثنان إذن اثنان وربعان أي اثنان وربعان إنش. طبق فهمك صفحة 229. في التمرينين اثنين وثلاثة استعمل المثال الوارد في الصفحة السابقة. تمثيل بالنقاط يوضح أوزان بالونات الماء لدى عبد الله بالباوند. التمثيل بالنقاط أدنى يوضح أوزان بالونات الماء لدى يوسف بالباوند. تمرين رقم 2، من ملأ عددا أكبر من بالونات الماء التي تزن أكثر من 2 باوند. تمرين 3، من ملأ عددا أكبر من بالونات الماء التي تزن أقل من 1.4 باوند. والآن أعزائي الطلاب قد حان دوركم لتطبقوا فهمكم بحل التمرينين 2 و3. أوقف الفيديو لحل التمرينين. الإجابة كما تلاحظون سنقوم بعد النقاط التي تعلو على مدى التدريج الأكبر من 2 باوند. يوجد لدى عبد الله نقطتان، وعند يوسف سنقوم بعد النقاط التي تعلو على مدى التدريج التي تكون أكبر من 2 باوند. إذن عدد النقاط لدى يوسف أكبر من عدد النقاط لدى عبد الله. إذن الذي ملأ عددا أكبر من بالونات الماء التي تزن أكثر من 2 باوند هو ممتاز، هو يوسف. إجابة تمرين رقم 3، من ملأ عددا أكبر من بالونات الماء التي تزن أقل من 1.4 باوند. سنبحث عن عدد النقاط التي تعلو على مدى التدريج التي تكون أقل من 1.4 في كلا من التمثيلين. كما تلاحظون أن لدى عبد الله ممتاز، لدى عبد الله 9 نقاط تعلو على مدى التدريج التي تكون أقل من 1.4، ولكن يوسف لا يوجد لديه ولا نقطة تعلو على مدى التدريج الذي تكون أقل من 1.4. إذن الذي ملأ عددا أكبر من بالونات الماء التي تزن أقل من 1.4 باوند هو ممتاز، هو عبد الله. والآن أعزائي الطلاب تأكدوا من حلولكم جيدا. تدرب في المنزل الواجب رقم 1 و2 صفحة 231. أعزائي الطلاب أتمنى لكم التوفيق. إلى اللقاء.